الصالون الثقافي النهارده بيتناول قضية المنتج المصري، ازاي احنا نرفع الطلب على المنتج المصري. الحقيقة قبل ما نتكلم تخصص على ازاي نرفع الطلب على المنتج المصري، خلينا نعرف ان دي دايرة كبيرة. لو احنا اشترينا المنتج المصري هنوفر العملة الصعبة، هنقدر نوفر موارد حاجات كتير في الموازنة، هنقدر نصرف على الصحة والتعليم بطريقة أفضل، البني ادم المصري مصروفاته هتقل من شراء سلع مستورده باسعار اعلى. فالحقيقه هي دايره هتاثر على كل الطبقات، ولذلك احنا بنشجع ان يكون شراء المنتج المصري، ولكن في نفس الوقت لابد ان يكون المنتج المصري برضه على قدر من الجوده والمنافسه العالميه. وعشان كده بنقول ان احنا لازم واحنا بندرب الشباب ندربهم على ثقافه اتقان العمل، لان كلما اتقنا العمل والصناعات والمنتجات المصريه، كل ما قدرنا ان احنا نبقى مماثلين للجوده مقاييس الجوده العالميه ومقابل مقاييس الجوده العالميه، كل ما قدرنا نصدر مش بس نستهلك محليا، كل ما قدرنا نوفر عمله صعبه سواء كان من استخدام المستورد او سواء كان من استيراد البدائل. الحاجه الثانيه عايزين برضو نشوف الحكومه وهي بتستخدم المنتجات المصريه تدينا مثل اعلى. واعتقد ان سابقا كان قانون التعويض القديم كان فيه 10% من المنتجات المصريه، اشتريات الحكومه من المنتجات المصريه وليس من شخص انا اتمنى ان احنا نركز تماما ان يتم مراجعه وتقييم لهذا البند، نتاكد ان المشتريات الحكوميه ممثله على الاقل بنسبه كويسه جدا من المشتريات المصريه، لان ده هيوفر للحكومه ويوفر لمصر بشكل صناعه مصريه ويزيد الصناعه. وأخيرا الصناعة المصرية كانت من أفضل الصناعات على مدار سنوات كتيرة، ولكن كانت إمتى على مدار كانت إمتى الصناعة المصرية هي الواخدة السمعة العالمية؟ لما كان العامل المصري أمين مخلص بيستخدم خامات جيدة وبيتقن عمله، وكان عنده دايما أورينتيشن أو دايما بيشوف كانت مصر بلد الموضة. احنا دلوقتي لو رجعنا الاربع مقاييس دول، هما دول الاربع مقاييس اللي هما بيأخذوا، بالرغم ان احنا عندنا المواد الخام وعندنا المواد اللي تجعلنا احسن بلد في العالم، بدليل ان احنا عندنا القطن المصري اللي يمكن كان الزميل الاذاعي الاعلامي شقيل كان عامل حلقه في امريكا على منتجات القطن المصري قد ايه فخم. احنا النهارده عندنا اغلب عوامل الانتاج، ان احنا عندنا شباب 60% من المجتمع المصري تحت 30 سنه، عندنا مواد خام الانتاج المتوفره في مصر.